هل تعتقد أن وقوفة الزوالي اليوم بعد القرارات هذه باش ترخص ويتحسن الوضع المعيشي؟ إن شاء الله ما دام تنحت النهضة إن شاء الله، إن شاء الله يعني إن شاء الله ربي يحمي تونس وإن شاء الله كل ديما باهية يعني تونس ونشوفه إن شاء الله كل عام وين نهبط نلقى تونس هكا بخير و... تتوقع أنه باش يتحسن الوضع المعيشي؟ إن شاء الله إن شاء الله نتوقع. عادي شنو توقعاتك للفترة الجاية؟ والله نشوف يعني تولي ما أحسن، يعني تونس تولي ما أحسن ما دام تنحت النهضة، تولي ما أحسن إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. أنت كنت متوقعتهم القرارات هذم ولا؟ كيفاش؟ كنت متوقعتهم القرارات هذم؟ والله لا بصراحة، أما الحمد لله الرئيس يعني كان بصراحة كان بالقداء يعني و... يعني عمل خطوة باهية مع الشعب. أنت شنية طلباتك من الدولة؟ والله طلباتي يعني الشعب يعني الشباب يلقى خدمة، ما عادش يحرق يعني فهمتي، وتونس تتبدل يعني تولي أحسن، هذه هي. شنو هي؟ إن شاء الله يا ربي إن شاء الله كنجي عم الجاي نلقى تونس بالقداء. أنا ما نعيشش لنيرة، ما نعيشش يعني في تونس، نعيش في السياد فهمتي، أي إن شاء الله يا ربي هذا كون، نتمنى تونس تكون بخير. والله قفة الزوالي ماهيش مربوطة بالقرارات ومربوطة، النجم وغدوة نلقاو معناتها الدنيا رخصت، ولكن مش هذا هو الحل، ثم حوايج كي تتصلح في البلاد نلقاو رواحنا وصلنا بطريقة غير مباشرة أنه قفة الزوالي حتى كما نقولش رخصت، أما تتعدل على المقياس نتاعو وعلى قد إمكانياته وعلى قد جيبه. البلاد هذيا فيها عدة أطراف يساهموا في الاستقرار، جربنا العشر سنين ذوما تبعنا الطبقة السياسية، وخليني نكون صريح تبعناها بكل حب وبكل ثقة، أنا باش نعيشوا مرحلة جديدة في البلاد وباش نعيشوا أجواء جديدة ونفس جديد، إذا به النتيجة هاي كانت واضحة، ولذا نعتبر ناخذ عبرة من الماضي، وقبل تو ما ننطلق نحاول ننطلقوا من الأخطاء اللي قاموا بها السياسيين في الفترة اللي فاتت. ثم نعطي مثل أن المجتمع المدني قام بدور كبير وكبير وكبير ياسر في الفترة اللي فاتت، ولكن للأسف وقع تهميش للمجتمع المدني ومعتها استعرفوا به جزئيا ووقتيا في وقت المحنة متاع الكوفيد، خاطر وقف وخاطر ساهم وخاطر نجح الكوفيد، ومن بعد فهمتوا لا للأسف فهمتوا لا، مع العلم أنه فما قرارات خرجت من رئاسة الحكومة أنه معتها عبارة على إقصاء المجتمع المدني بطريقة ذكية وبطريقة غير مباشرة، ولذا أنا نقترح أنه حتى في البلاتوات تو شنو قاعد يصير تو في البلاتوات وفي التداخلات مداخلات، قاعدين يسمعوا في كلام الطبقة السياسية، أو مكالمة مع عند سي فلان اللي من حزب الفلاني، مكالمة مع عند سي فلان اللي ما عملنا حد شيء، أهبتوا اسمعوا الشعب، ماكم سمعتوهم هذوك وجربتوهم شفنا النتيجة نتاعهم، تو أهبتوا اسمعوا الشعب شنو يحب، نبض الشارع، أهبتوا للشارع وشوفوا الشعب شنو يحب، خاطر ما يحس الجملة كاللي حفظت عليها، الشعب هو اللي قاعد يقاسي وقاعد يعاني، هما مهما تكون الظروف ديما ديما عندهم احتياط وديما ديما عندهم رفاهية عايشين فيها، ولذا كيف نلموا هذا كل ونصلحوا هذا كل بطريقة آلية باش نلقاو قفة الزوالي ولات مساعدة ومناسبة بالنسبة لجيب. شنو توقعاتك في الفترة الجاية؟ الفترة الجاية احنا متفائلين ونقولوا في التأني السلامة، مش الفايدة نزربوا وقرارات مرتجلة وكذا يزينا من هذاك، توا يلزم معناتها تونس ولادة، تونس فيها رجال فيها طاقات، ما فماش كان سي فلان كل مرة يتعاود هو بيدو يتكرر، هاو اليوم وزير هاو اليوم مستشار هاو اليوم، ثم ما شاء الله عنا طاقات من الشباب باش تقول لي مسؤوليات إدارية وكذا، عنا المدرسة القومية الإدارة ما شاء الله خرجت كفاءات وخرجت طاقات، عطيهم فرصتهم صحيح القدم يا سيدي على روسنا وعينينا، خذوا فرصتهم وعداوا وقتهم وبارك الله فيهم على كل حال باش ما نذموا حتى، ولكن جاء الوقت توا ثم بين الخبرة والطموح تعطيه فرص للشباب هذايا معناتها اللي توا وصل عمره ونضج في التكوين نتاعو انه باش يتحمل مسؤولية، اعطيهم يا اخي المسؤولية
ومعاه شويه فهمت ولا احتياط هكا فهمت ولا يلقاو شكوني ها سيرتو ما ودي مراج يبدا صعيب شويه بحولهم فما كان خي. ونعاود نقول تونس ولاد. انا نحب نحيي سي قيس السعيد ونقول له برافو، الشعب دز معاك وانت كملت، نحيت لنا غم على قلوبنا، نحيت لنا خمجه على قلوبنا كي جمدتهم الخماج، ها نقول له برافو شابو ليك. حاجه واحده سي قيس السعيد، نحبك ترخص لنا في المعيشه وانت تحس بالزوالي، وانا نعرف اللي تونس بقدره ربي ماشيه وفي تحسن ان شاء الله يا ربي. وتحيه لسي قيس السعيد وتحيه للجيش وللامن. انت كشاب بعد القرارات هذه شنو هي طموح؟ والله لقيت كان الرئيس يزيد في الحليب يقول فقط زيد وقال خبز شوي في الدينار فقط كل شيء فقط عنده، وجيب لنا مترجم خلينا نفهموه، رانا ما فهمناهوش قاعد يحكي بالضبط. يحكي بالعربيه الفصحى. انا مش قاريه العربيه، كلها قاريه عربيه، هو قاريه لنا في الكليه، نحن ما نعرفش خارج سيزيام ابتدائي باش طلع العربيه. تعرف تعرف تفهم العربيه. ما بك يا صديقي هذاك لغه قويه ما نعرفهاش. ايه قيس عايد ان شاء الله يطلع راجل. ها نعطي ليه الثقة كل ان شاء الله يطلع راجل. شنو توقعات؟ ايه باش نعاونوه بالطبيعة. اودي شفتوا هذا يتكلم على روح الشباب ضايع، الشباب كابر تال سيجارو زاد له راس مال. سيجارو تال وغلت ولد قدك، كنت قدك ولد قدك. علاش كثر تعاطي المخدرات؟ علاش نعيش بالمخدرة؟ باش تجيني النومة بها باش ما نتعداش في كثرة. ويركبني عصب ما نحبش نخمم ياسر. هكا ما نحبش نخمم ياسر، نحب نطيح كي الجدره. عندي 40 مرقد توا في علي النوم، عندي 40 مرقد في علي دوين النوم مرقد ماشي سري، عندي 40 مرقد 4 ايام ارتال في جره بعض واني حاج وين نوم ولا ارتال. هكاك خلوني والله كان يعطوني زعما انا اموري واضحه، نلقى نخلط للدار نلقى كليماتيزير ينفخ نلقى دوش حاضر نلقى حوايجي حاضر، هما باش نتعدى ندوش وديريكت نرقد رات عصاب. بينما تلقى الماء مقصوص، تلقى الضوء 230 و 270 منين باش ترتاح؟ انت معرس؟ كان عرس نورط سايب عليك مال عرس قريب نسكر الزراق ب 20 مازالوا لي عامين فيه ومانيش ناويه الجمله. علاش؟ حل في تونس حل وباي شرت انا شرت صغير صغاري معايا وبنت بنت بنت علينا هذيك شعبت فيه؟ عليه بنت حرام. بنت حرام اش عمل؟ تقعد تصرفك في يوم بكف ونقعد شاد ربيت رانا نقول لها بري دار بايك خاص ونبقى هكا وعشت توس نبقى هاك تلقى باش تشري الارتال؟ نشري اي ما نصرفهاش على نعطوني بليش هاي الورقه خدي انا كل شيء بليش حتى زاد كيف بليش انا عيطوا لي واحد اقعد لي المول نعم نقرات تاعنو زيد وفيه دواء نقتلها بزاف باش يجيني النوم نقتلها. قداش قداش تتكيف؟ اه قداش تتكيف؟ نتكيف تحطي لي باريته كامله نتكيف زوز بارات نتكيف تحط لي بلاكه نتكيف ليلي 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 راسي ست. انت تو متكيف ولا؟ 17 كعب ارتال.